يا زمن شنا تاخدنا لفين، طير مكسور من غير جناحين. يا زمن شنا تاخدنا لفين، طير مكسور من غير جناحين. لا سما تحن وتفتح بابا، ولا يسقى الأرض الدم. انت جه صاخ سليم يا واد عمي، واللي اسمه يوسف ده حج من البلد بسبب عماير مرته، ولازم البلد كلها تعرف ده. شغلك انت عادي يا شيخ الغفر. ماشي حمدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخبارك ايه يا دياب؟ زين يا ابوي. بالاذن يا ولد عمي. تفضل. اقعد يا ولدي. عملت ايه؟ سلمتهم السلاح والفلوس. اها. عفارب عليك يا ولدي. السلاح اللي عندنا في الجبل قرب يخلص. عاوزين غيره. اخر الشهر هروح اتفق على شحنة جديدة. مش هتعلموني شغلانة الاثار والسلاح دي يا ابوي؟ زيادة عليك يا حمدان، الأرض والتجارة ومرتك، أنت همك تقيل يا ولدي. الشغلانة التانية دي عايزة دماغ تانية. دماغ تانية كيف يعني؟ أنا ناقصني إيه؟ بزياداكم عاد، أنا ما ناقصني وجع راس. يا جناب العمدة، يا جناب العمدة، الحقنا الحقنا يا جناب العمدة. إيه تاني وكل ناسك أنت. مجنون انت؟ يمكن فاكراك قتلت جوزها ودفنته هنا وجايه تنبش عليها يا حضره العمده. تبقى اتجنت المره دي، اتجنت. انت هتسوق الهبل على الشيطنه. روحي دور على جوزك في حته تانيه يلا. والا يا مين بالله هتفرك هنا. لا يا ابوي، نصره معذوره برضه، ما عايزينش الناس تقول ان العمده مد يده على مره. تبقى تمشي من هنا دلوقتي. لا يا مين بالله ندفنوك مطرح ما بتنبشك. قولوا لي بس انتوا قتلتوه وتوتوه فين؟ وانا حلفتكم 100 يمين ما هشتكيكم شيء، بس اكرام الميت دفتوا برضه. قلت لك ما اعرفش حاجه عن جوزك الزفت ده. هملينا يا مره في يومك لما طلعتوش الشمس ده. قومي يا مصر، قومي روحي بيتك، ان شاء الله تلاقيه وتطمني عليه. تحدث معاها حديث الطريق ده. الحديث الطري هو اللي خلاها تمشي. ايوه. يا دنيا ردي فين عزيز عين، ردي لقلبي عيني. يا دنيا ردي فين عزيز عيني، ردي لقلبي وبين درع عيني. حفرت كل الأرض بإيديا، حفرت كل الأرض بإيديا. لو طلت شيله باين على نصرة تجنت صح. معذورة، اللي حصل لنصرة يجنن أي حد. بتحفر في الأرض بتدور على جثة جوزي. فكركم العمدي قتله صح؟ كلام إيه اللي بتقوله ده يا عواد؟ يطلع من يوسف ده عشان العمدة يقتله؟ ده حيالله رجل غلبان وبيكمل عشانه.
عندك حق يا محروس. العمدة هارون يعمل أي حاجة هو وأولاده، يعني كانت أول مرة. الله يكون في عونك يا ناصر، بيقدرك على أولادك. يا جماعة يا جماعة، ما هي الحكاية واضحة زي الشمس. قصدك إيه؟ يوسف هج من عمايل مرته، ما هي طول عمرها تعباه ومنش فريقه. أنت بتقول فيها يا محروس كأنها الحكاية جديد. إيه، وهو لما لقى ما فيش فايدة معاها، خصوصا بعد ما غصبته يشهد زور في موضوع الغفير نجاتي، قام ساب لها البلد يا عيني وهج. يا كلام يهدى، يهج كيف؟ يوسف طول عمره بيحب مرته وولاده، خلي الكلام يخش العقل. يمكن يكون يوسف هج خوف من هارون. الله أعلم. الشاي يا بلدينا. متشكرين. لكن انا اول مره اشوفك في البلد هنا. انا غريب مش من هنا. اهلا وسهلا، لكن ما تاخذنيش يعني، ايه اللي جابك عندينا؟ كنت جاي اسال على واحد قريبي اديل سنين ما شفتهوش، قالوا لي ساب البلد اديله كتير. قل لي يا بلدينا، هي حكايه يوسف ديل اللي الناس قاعده تتحدث عنيه؟ انت بتقولي ايه يا مرات ولدي؟ بسالك يما، عمي هارون قتل يوسف؟ انت مالك انت ومال سؤال زي ده؟ حرام عليكم، رجل غلبان ده ذنبه ايه عشان تعملوا فيه كده؟ مين قال لك على الحديد ده؟ انت قاعده في البيت تتصنطي علينا؟ اتصنط عليكم؟ انا ما تربيتش ان اتصنط على حد. امال مين اللي قال لك على حكايه يوسف واكل ناسا دي وجايه تحققي معايا؟ العوافى عليكم. اهلا يا خلاص، اتفضلي. ازيك يما؟ انا زيني الحمد لله. اتوحشتكم قوي، قلت اجي اشوفكم واطمن عليكم واقعد مع زينب واتحدث معاها. زينب تعبانه هتطلع تنام وترتاح. عن اذنكم تفضلي. علي اولي انت. ايه يمه؟ قولي لي، انت تحدثتي مع زينب بخصوص يوسف جوز نصره؟ ها ها،